ولمشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. سلسلة دروس التربية الإسلامية مدخل تزكية سورة النجم من الآية 1 إلى الآية 18 للسنة الثانية إعدادي. السورة التوثيق. سورة النجم سورة مكية، عدد آياتها 61 آية، ترتيبها في المصحف الشريف 53. سبب نزولها نزلت حين كذب كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه يخترع القرآن من تلقاء نفسها وأنه ليس كلام الله. موضوعها الإيمان بمسألة الوحي. موضوع جزئي معجزة الإسراء والمعراج. القاعدة التجويدية. قاعدة الإيمان الميل بالفتحة نحو الكسرة نطقا. تعرف الإيمان بنقطة غليظة تحت الحرف الممال. شرح المفردات. النجم كوكب المضيء، هوى سقط زال اختفى، وما غوى ما ضل وما تاها. صاحبكم أي الرسول صلى الله عليه وسلم. الهوى كل ما تشتهيه الأنفس، شديد القوة هو جبريل عليه السلام. ذو ميرة أي ذو قوة وذو أمانة. دنا أي اقترب، فتدلى أي زاد اقترابه، قاب قوسين قليل من مقدار ذراع. الفؤاد القلب. سيدة المنتهى هي شجرة عظيمة تنتهي إليها كل المخلوقات. إذ يخشى السيدة ما يخشى أي ما يغطي السيدة من أسرار العجائب التي لا يعلمها إلا الله تعالى. ما زاغ البصر وما طغى أي ما مال البصر والرسول صلى الله عليه وسلم وما تجاوزه إلا غير ما أمر به. وضمين الآيات من الآية 1 إلى الآية 4. أقسم الله تعالى بالنجم لتأكيد أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. من الآية 5 إلى الآية 10 تبين الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلقى الوحي من الله بواسطة جبريل عليه السلام. من الآية 11 إلى الآية 18 ظهرت الآيات تصديقا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل ما رأته عينه ليلة المعراج ومجادلة وتكذيب قريش له. الدروس والعبر. يقسم الله تعالى بما يشاء من مخلوقاته لإظهار أهمية وتأكيد ما يقسم به. الإيمان. ثانيا الإيمان بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه وعدم مجادلته فيما جاء به. القيم مستخلصة. الإيمان الصدق والطاعة. في الفيديو القادم سأضع تتمة الصورة أي سورة النجم من الآية 19 إلى الآية 25. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعلامية. تتمة سورة النجم من الآية 19 إلى الآية 25 للسنة الثانية إعدادي. شرح المفردات الصعبة. أفرأيتم أي طلب أي إخبار أي أخبروني اللات والعزى ومنات هي معبودات كفار قريش التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. ديزا أي قسمة غير عادلة. سلطان أي دليل أو برهان أو حجة. وما تهوى الأنفس أي ما تشتهيه الأنفس. الهدى أي القرآن الكريم والسنة النبوية أي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. مضامين الآيات من الآية 19 إلى الآية 22 تبين الآيات أسماء معبودات قريش حيث جعلوا أنفسهم الذكور وجعلوا لله تعالى الإناث. الآية 23 تبين الآية أن قريش اخترعوا آلهة من تلقاء نفسهم وجعلوا لها أسماء لا علم لهم بها رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالحق. الآيتين 24 و 25 تبين الآيتين أن قريش كانوا يتمنون الشفاعة من آلهتهم لكن الشفاعة تكون بيد الله. الدروس العبر. عبادة الله تعالى تكون بالهوى وإنها بالعلم والدليل والبرهان. الشفاعة تكون بيد الله سبحانه وتعالى. القيم المستخلصة. التوحيد. سورة النجم آية 26 آية 29 تتم. قاعدة تجويدية. قاعدة الإدغام. لغة هو إدخال الشيء في الشيء. اصطلاحا هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرف واحدا مشددا من جنس ثاني. حروف الإدغام حروفه ست وهي ياء راء ميم لام واو نون مجموعة كلمة يرمل. شرط الإدغام أن يكون في كلمتين أي نون ساكنة في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول الكلمة الثانية، ويكون الإدغام كذلك في التنوين وهو نون ساكنة زائدة تنطق ولا تكتب. أقسام الإدغام. إدغام بغنمايين هو إدغام غنة مع حرف اللام والراء. مثال: من يمشي من يمشي قليلا وأكدى قليلا وأكدى. شرح المفردات. لا تغني شفاعتهم أي لا تنفع وسادتهم. إلا الظن أي الشك. فاعرض أي تجاهل أو أترك. من تولى عن ذكرنا أي من ابتعد عن طريق الحق. ذلك مبلغ من العلم أي ذلك درجة وصولهم من العلم. ظل أي انحرف. مضامين الآيات.
الآية 26 تبين الآية أن الشفاعة تكون بيد الله وليس بيد أحد من مخلوقاته، من قوله تعالى إن الذين يؤمنون إلى قوله لا يغني من الحق شيئا. تبين الآيات ادعاء المشركين بنات الله، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وإنما كل ما يتبعونه وظن ليس إلا، من قوله تعالى فأعرض عن من تولى إلى وهو أعلم بمن اهتدى. تبين الآيات أن أمر الله تعالى لنبيه بترك الذين ابتعدوا عن القرآن الكريم، وذلك لاتباعهم الشهوات وحب الدنيا. الدروس والعبر: الشفاعة تكون بيد الله، الظن لا يوصل إلى الحقيقة، وجوب الإعراض عن المشركين الذين ابتعدوا عن القرآن الكريم، القيم المستخلصة، التوحيد والإيمان. لقد وصلتم إلى نهاية الفيديو، إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك والتنبيهات ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.